مساء الخير عليكم مشاهدين، واهلا وسهلا بحلقه جديده من جيل جديد. ركوب الجيتسكي وشق الامواج المائيه حتكون مغامره حلقتنا لليوم. احنا متواجدين في سد دوكان حتى نسوي هذه الرياضه المائيه، واللي مجرب هذا الشعور راح يعرف ايش قد متعه لا مثيل لها، واللي ما مجربين خليكم متابعين. حلقتنا لليوم منوعه بكل تفاصيلها ومواهبها، واول المواهب راح نتعرف عليهم مع تميلا بعد الفاصل. إذا مشاهدين مرحبا مرة أخرى ببرنامج جيل جديد، واليوم هسه صرت موجودة ويا مجموعة من الشباب اللي هم هواة وأيضا محترفي ركوب الدراجات المائية أو الجيتسكي. اليوم وياي خلي أقول كابتن أحمد. نعم، شلونك؟ شخبارك؟ كابتن طبعا ما ننكر حتى أنا مجربة هذا الشعور، شعور لا مثيل إلا إنه إحنا نركب الجيتسكي وبوسط مياه مفتوحة ونشق الأمواج، فعلا شعور رائع، مو صح؟ شيء يعني احكي لي أنت شلون شنو يمثل لك هذا الشيء ومن وين إجا حبك للجيتسكي؟ والله صراحة يعني أني كان أخوي سابقا قبلي عنده واحد يستخدمه، يعني في يعني من كان عمري 13 سنة. أي فأبويا قال لي تنجح من الثالث وآخذ لك سيارة. فمن لما نجحت قلت له ما اريد سياره، اريد جيتسكي. اه يعني هاي من زمان انت هذا الموضوع ببالك. اي حلو. ايه فاخذته، وبعد سنه سنتين جماعتي يعني اصدقائي اسوي لهم. تعرف تركب الجيتسكي من اخذت الجيتسكي؟ يعني لا كنت ما تعرف. ايه عن طريق اخوي اتعلمت، يعني لازم اكو في الطريقه واحد يتعلم فيها. زين انت شلون تعلمت؟ اخوي علمني. يعني لازم واحد يعلم الثاني، يعني ماكو واحد راسا يرجي يسوق. حلو. يعني هي صراحه صعبه ولازم بيها هواي امور. اي فلما اخذت الجيتسكي اي صرت اقول لهم الاصدقاء يعني أيه. اخذوا وياي ننزل سفره كذا، فشويه شويه يعني مره واحد اثنين ثلاثه. زين اصدقائك شلون كان الاقبال عندهم؟ يعني مثلك هم حابين الموضوع؟ يعني انا سويت لهم. انت سويت لهم واحد؟ أيه أنا سويت. انت اول يعني؟ انا اول واحد. اوكي. انت من يا منطقه بالضبط؟ انا من تكريت. من تكريت. نعم. اذا نعم. انت بتكريت بديت بهذا الشيء. زين وين قمت تركب الجيتسكي او الدراجه المائيه؟ نهر دجله. عندنا بتكريت نهر دجله. نعم. حلو. نعم. فبديت استخدمه واني واصدقائي يعني اثنين ثلاثه، الا ما سويت مجموعه يعني تقريبا ما يقارب 40 دراجة. اليوم صار عددكم 40. 40 دراجة. قمنا نطلع يعني مناطق الحبانية، سد دوكان، سد الموصل، فصارت عندنا معارف هواية ويا الأكراد ويا أهل الموصل. اي ويا يعني من الشمال للجنوب. أهل البصرة. حتى بالبصرة. اي هواية يعني صاروا عندنا أصدقاء. وانشأنا هاي المجموعة وسميناها يعني نادي جيتسكي تكريت الرياضي. حلو. اي عددكم تقريبا ايش قد؟ يعني 40 دراجة تقريبا. 40 دراجة. أي. يعني تقريبا 40 شخص. اي 40 شخص، يعني احنا اكثر. اكثر بس الدراجات. دراجات 40. زين كل هالدراجات نفس الشكل لو اكو اشكال؟ اكو اكيد انواع مختلفة. اشكال اكو بها انواع، اكو ياباني اكو امريكي. اي واثنين يعني مطلوبة عندنا. حلو. اي زين كل قد تتجمعون وشنو النشاطات او الفعاليات؟ والله بالمناسبات يعني بالعيد. اي يعني حكم اكيد العمل او الدراسه فما تقدرون تعملون. اي لا طبعا احنا يعني خميس عندنا الجمعه يعني. اي اكيد. انتهت كل جمعه. انتهت هاي. أي. كل جمعه صيف اذا يعني كل ما تحر احسن، يعني احنا نريد الحر. اي حر احسن يعني لكم طبعا. تشرب المي ويروح يروح الحر. اي زين وبالشتاء هم تطلعون؟ بالشتاء هم نطلع يعني والله. بس بالشتاء يعني من نلعب بها هواية يعني نسوي بها استعراضات بس نمشي مسافات. اي عند اشوف هسه الجماعه هم يسوون استعراضات. اي هذول الجماعه كلهم يعني هم جماعه النادي بعد. بس نشوف محترفين يعني يسووها وماكو اي يعني غلط يعني. اللي يعجبك يعني عندنا يعني يطلعون خارج المي يعني يضرب فديك المي راجع عالي. أي. يطلع خارج المي تقريبا متر ونص. شنو اكثر حركه شهيره او اكثر مثلا مصطلحات او حركات دائما تسويها؟ احنا اللي نسميها هي الطيران. الطيران شلون تصير هاي الحركه؟ الطيران لما يمشي جت بوت كبير يعني دورق كبير. اوكي. اي قارب يقلب المي عالي.
فلما يقلب المي احنا نجي على هاي القلبه مال المي ندوس سرعه بنزين فنطلع من المي يعني بالهواء تقريبا متر ونص تقريبا. حلو. عندي صور هوايه يعني على خطره هاي، مو يمكن مو كل شخص هواية ممكن يسويها خطره، اي مو اي واحد يسويها يعني زحمه. ممتاز. زين احنا اليوم انتوا جايين من تكريت؟ نعم. جايين الى دوكان. احنا جينا كم ساعه الطريق طول؟ والله هو يعني احنا جينا تقريبا 23 دراجه. اي وطبعا الدراجه كانت مربوطه بالسياره بطريقه معينه فلازم تمشون ببطء صحيح؟ احنا نسميها مجتمعنا العربان، هي نشدها بال شو اسمه بالسياره. اي بالهوك مالتها ونمشي يعني 100-120 بالسلامة. احنا نقدر نمشي اكثر. وش قد طولتوا؟ 5-6 ساعات؟ والله صراحة طولنا يعني احنا طلعنا ساعة 8:30 من تكريت هنا وصلنا بالضبط يعني ساعة واحدة. يعني 6 ساعات. واحدة ونص. اي بس وقفنا المطعم واخذنا صور جماعية. يعني بواهس وبوسة واكو شغف واضح. فتشي فتشي يعني. فتشي حلو يعني قبل ما نبلش نركب الجيتسكي حتى الاجواء حلوة. نعم. يعني كلش سعيدة موجودة وياكم. وانا والله يعني حابة نركب الجيتسكي. حاضرين اي شيء يعني. ان شاء الله اتعلم بسرعه، انا مجربه اركب قبل. اسال عن السوقين بعد. خلاص هسه نحكي بعد على تفاصيل اكثر، شنو هي الامور اللي نلتزم بها والقواعد حتى نركبها بشكل سليم. نعم. انا جاهزه، انت جاهز؟ جاهز انا، هاي كاميرتي موجوده. يلا منا. يلا منا. موجودين ويا كابتن ضياء حتى نحكي اكثر عن الجيت سكي وشنو الامور لازم نلتزم بيها والقواعد. ومرحبا شلونك كابتن؟ احكي لنا ثاني اول شيء سويته والعرفه سترة النجاة. اكيد صحيح. اكيد. زين شنو بعد مهم شغلات لازم نلتزم بيها؟ اكيد تبتعدين عن الحجر. ها يعني ما تشمس هنا ما نقدر نشغلها ابد. وثاني شيء يعني انت تلبسين السيفتي. هاي هذا سيفتي بهالطريقه، هذا بحدوث لا سامح الله تعرضت للانقلاب للجيتسكي يفلت منه الجيتسكي يطفي. هو يطفي اوتوماتيكيا. ممتاز. وانت تساعدين المره الثانيه. ممتاز. هذا شكل الجيتس السيفتي. وش بعد عن الحجر؟ اي وتشغلي طبيعي يحمى يعني في دقيقتين في دقائق شويه يحمى المحرك مالته. زين وشون من مثلا اسوقها السرعه ومن مثلا جماعه الشباب يمي أكيد. لازم أكيد. ما يكون يم بعض اكيد اكيد ما حد يتقرب على ثاني. ولا من مثلا يعني بالاستداره انه تباعين يمين يسار. لازم يعني نخفف ننتبه. اكيد اكيد تخففين اكيد. زين انتم تفضلون السرعه لو يعني هي اوقات يعني اوقات سرعه يعني وقت اللعب بسرعه ومرات لا والله نطلع ايش على كيف. زين انا ثاني اول مره حطلع عادي مسموح لي اكون سريعه لو لا؟ مسموح لك. لا لا انا راح اكون منتبهه وراح التزم هاي الشروط كلها ان شاء الله. وان شاء الله تكون فشي حلو نسويه ان شاء الله يا رب. يلا احنا ممتعا ان شاء الله. ان شاء الله يلا جاهزين احنا. يلا ان شاء الله توكلوا. تفضلوا. يلا عيني. إذا وصلت هسه وياكم إلى فقرتي، وهاليوم الفقرة أيضا متجددة أو جديدة بالأحرى، لأنه اليوم راح ناخذ الشهادة اللي إحنا قضينا عمر وإحنا دا نسعى إلى أنه نوصل إلى مرحلة التخرج من الدراسة ونستفيد من دراستنا اللي تعبنا عليها خصوصا بسنوات الجامعة، ولكن راح نستثمر هذه الدراسة بشيء أنه إحنا نفوت بإنتاج شغل معين يدوي ونفوت عليه خبرتنا اللي قعدنا سنين نتعب ونقرأ بيها. فتبارك أحمد اليوم رح تفهمنا
وتعرفنا على شغلها اللي هي بلشت به بمجال نقول احنا شنو هذا الزيوت والعطور والشموع نقدر نقول مجال السكينكير يعني. مساء النور، اهلا وسهلا بك. هلا هلا تبارك. اهلا بك. تبارك. قبل اول شيء اعطيني المسمى مالته شنو؟ نقدر نقول منتجات العنايه بالبشره. العنايه بالبشره تمام. بس هي مو بس منتجات عنايه بالبشره شامله، انا عندي عطور عنايه شخصيه، عنايه منزليه، عطور منزليه وهاي الاشياء والفواحات بالاضافه للشموع. وان شاء الله حندخل منتجات كيميائيه قريبا. حلو ان شاء الله. تبارك احمد، انت درستي او الكيمياء صح؟ ولكن هي مدارس كيمياء، اسمها الاختصاص مالتها اللي هو من الاختصاصات اللي مستحدثة أو الحديثة والقليلة بنفس الوقت، وللأسف بعد إحنا لليوم ما عندنا توظيف لهذه الشهادة بالطريقة الصحيحة. عرفينا عن الدراسة اللي درستيها. أول شيء أنا اسمي تبارك أحمد، خريجة جامعة بغداد، هندسة خوارزمي، قسمي هندسة كيميائية أحيائية. هندسة كيميائية أحيائية 3-in-1 احد يعني الاقسام المستحدثه بالعراق. القسم بدا ب 2002 بس للاسف يعني نقدر نقول انه قسمنا من الاقسام النهائيه ما معروفه بالعراق، مع انه هي اهم اقسام الهندسه بالعالم. حلو. لان انت تصنع مواد بنفس الوقت ما تاذي البيئه، واكيد كنا نعرف يعني هسه انه تاثير التلوث والاحتباس الحراري بسبب التلوث اللي يصير والمواد والبلاستيك. فاحنا بقسمنا نصنع منتجات ونحمي البيئه، نعالج تلوث المياه، نقدر نشتغل بمصانع، فنقدر نقول انه قسمنا شامل كل شيء. حلو. بايو وكيمياء وهندسه ثلاثه قسم واحد. لقيتي الفرصه للعمل بالشهاده اللي انت درستيها؟ اي نعم. ورا ما تخرجت تقريبا بثلاث اشهر بديت اشتغل باحد المعامل العراقيه كمسؤوله قسم. وراها تطورت صرت مسؤوله سيطره نوعيه. حلو. اللي هو اشراف ضمن مصانع الاغذيه طبعا. ضمن اشراف على عمليه التصنيع والكواليتي والتاكد من سلامه المنتج وكل هاي الاشياء. ورا فتره صرت مديره انتاج الحمد لله يعني. واستمرت بالشغل لمده 3 سنوات. حلو. وراها ما اعرف اجتني الافكار وشاءت انه قلت لا انه لازم استقل وافتح مشروع خاص بي يعني. عافية عليك. بس يعني هنا احنا نقول انه الفرصه وجدت ولكن مو بمحتوى الشهاده اللي انت اخذتيها بشكل عام. هي محتوى الشهاده بس يعني نقدر نقول بيئه العمل ما ساعدت على الاستمراريه. اوكي فهمت عليك. شو سهله تمام. اخذتي هذا المشروع واجتك الفكره هم يعني انت من جماعه كورونا اللي قعدوا ويريدون يشتغلون ويفكرون بافكار، لان اغلب اللي شاركوا ويانا بالبرنامج واكيد المشاهدين يعرفون هذا الشيء انه كل اللي طلعوا ويانا هم نتاج كورونا اللي هو فترة الحظر أو الكارانتينة، قاعدين ببيوتهم، فشي يريدون يسوون بدأوا يتابعون على اليوتيوب مشاريع وكذا وطلعوا بمشاريعهم اللي هم انتشروا بيها. أنت أخذتي همين من هذا؟ لا صراحة أنا يعني كورونا كانت مرحلة ثالث كلية فيعني تخرجت بال21 بديت شغل. فالحد قبل سنة إنه أوكي أنا هذا المجال من أنا وصغيرة أحبه، من أنا وصغيرة أسوي ماسكات وأشياء طبيعية وهاي الأشياء. حلو. وهو ضمن مجال دراستي، زين أنا ليش ما أشتغل به؟ ليش ما أسوي مشروع خاص بيه وأطور نفسي أكثر وأكثر ويكون إلي مشروع خاص بيه ضمن هاي المنتجات، وهم أفيد الناس ضمن أشياء طبيعية ما بها أي ضرر لا على البشرة ولا على الشعر ولا حتى العطور، تكون أشياء كلها طبيعية. تشتغلين اليوم بنظام المعادلات الكيميائية تقريبا عن المنتجات الجديدة إن شاء الله يعني اللي بعدها ما نازلة حاليا، أنا بعدني بمجال المنتجات الطبيعية فقط. اليوم نشوف هواية أكو منتجات طبيعية رفعت الحاجب هاي هواية هسه كنكتي وياي مباشرة. أكو هواية منتجات طبيعية نشوف يتم الترويج لها. السؤال هنا هل هي كل هذه المنتجات خاضعة إلى الدور الرقابي يعني يتابعوها يشوفوها، هل هي يعني جيدة للمستهلك صحية طبيعية، ولا نقول أكو عملية نسبية بالموضوع؟ خلينا نقول أكو عملية نسبية. أنا ما أريد أعمم على الكل طبعا، أكيد أكو يعني ما شاء الله يعني أكو منتجات أو أشياء معروفة قبلي ما ألغي دورهم، معروفين بهذا المجال وممكن كانوا دافع لي أو قدوة بهذا المجال يعني ثابتين اسمهم وضمن منتجاتهم أنا أصلا مجربتها فكانت فعاليتها كل زينة. بس للأسف بالأواني الأخيرة صار أنه أي فيديو على اليوتيوب شوفه أو أي شيء بدون ما ترجع أنت للمادة أو ما تعرف أضرارها أو حتى تكون أنه الكواليتي مال المواد الكيميائية تختلف، فأنت إذا تأخذ أي شيء مادة تكون رخيصة
او تضيفها بالمنتج وتبيعها بسعر رخيص، هذا راح ياثر على المستهلك يعني. صح. ياثر على البشره، ياثر على الشعر، ياثر على اي شيء. صح. خصوصا ده نشوف يعني هاي الفتره ما شاء الله يعني بيجات الصناعه كلش كبيره، كلش هواي يعني بنفس الوقت. صح. مين ويعني يا ريت انه تكون اكو بالنسبه للمنتجات الكيميائيه اللي دي يتم الترويج عنها، يا ريت اللي دي يروج عنها صدق دي يجربها ويشوف انه ما بيها اي يعني اي اضرار تاثر على الشخص اللي راح يستخدمها، يلا يروجوا لها. بس هذا اللي اتمناه. تمام. أنا ويا كل اللي أنت قاعدة تقولي، لأنه مو من الممكن أنه نخلي البشر هم اللي نقيم عليهم هذه التجارب، لأن أنت من مجرد ما نزلتي وروشتي عنه معناته أنه أنت تبيعين والعالم راح تجي تاخذ. والأضرب من هذا هو الإعلانات لهاي الأشخاص من قبل أشخاص يعني مع الأسف يقبلون الترويج لهذه الأمور اللي هي تكون غير صحيحة بس مجرد أنه أكو مقابل مادي. هل اليوم أنا وأنت مقررين أنه نسوي شيء ونشتغل على هذا الشيء، بس قبلها عرفيني على الأشياء اللي موجودة هسه هنا عندي على الطاولة واللي أنت قاعدة تسويها. عندي هنا دا أشوف هاي قطرات مال عيون هي مال دخل، هذول شنو؟ هذا سيروم وجه بس يكون طبيعي 100%، عبارة عن زيوت. المكون الرئيسي به هو زيت اللوز الحلو. أوكي. اللي فوائد البشرة يعني كل شو هواية، بنفس الوقت ما يضر البشرة، ما يسبب زيادة بالشعر، ينطي ترطيب كلش عالي للبشرة. يعني هواية بفوائد. بعد شوية نصورهن كليتهن، ناخذهن الشباب يصورون ياهن حتى نشوفها للناس. مينة والشموع، يعني انت غير الوجهة مينة دا تشتغلين على الشموع. قلت لك اني صحيح يعني حاولت انه اوفر كل المنتجات ضمن بيج واحد، لان الناس دائما انه تحب يكون بيج بكل الاشياء اللي تريدها. صحيح. اللي اكثر شيء هذا يكون حلم البنات. صح. لان ليش تتنقل من بيج للثاني؟ صحيح. دا احاول قد ما اقدر انه اوفر الاشياء ضمن طبعا اختصاصي، مو اشياء انه ما اعرفها، حتى البنية تقدر تاخذ كل الاشياء اللي تحتاجها او اللي تحبها من بيج واحد. زين تبدي تشتغلين للبنات واحنا الشباب شنو إن من هذه كلها؟ لا لكم لكم، وبعد هم ان شاء الله لكم اشياء ثانيه. تبارك يعني اليوم انا يمك يعني راح تقولي لي هذا كله للبنات ما يصير؟ جايبه معطر جو. هذا سيروم خاص للشباب، اللي هو خاص هواي شباب عندنا يعانون باللحية، أكو فراغات أو يعانون. صحيح. من قشرة أو تلون باللحية أو فراغات كلش كبيرة. أكو ناس دصير أكو شباب يعني هواي دا أشوف دا يصير عندهم قشرة باللحية. صحيح. أو فراغات يعني أو اللحية ما مكتملة. فهذا يعني فهذا السيروم طبيعي من زيوت طبيعية 100%، ما بي أي مواد حافظة ولا أي مواد يعني كيميائية. حلو. ونتائجه فعالة. حلو. وكي طبعا النتائج يعني تفرق من شخص للثاني. طيب. وهم انا اني بدي اشوف اكو عندنا عطور هنا انا موجوده. مسكات. صحيح. مسكات. هاي كلها مسكات. اكو رجالي واكو نسائي ولا هو هذا الباكج كليته يجي ميكس؟ لا، هي مجموعه عطور تكون حسب اختيار الزبون. أوكي. اللي شنو يحب مثلا. اكيد طبعا قبلها نسال الزبون نشوف شنو يحب، ما يكون الاختيار عشوائي. اذا مثلا فواكه نشوف رايه بالعطور على اساسه نختار للمسكات. اكو ناس تحب العطور القويه، الفواكه مثلا، الاشياء الباودريه وهكذا. حلو. وهاي العلبة للعلم يعني. البيبي. البيبي. البيبي باودر. تمام. هاي العلبة نفسها تكون أكو مسكات رجالية وأكو مسكات نسائية. هذول اثنين يعني اللي تحب واحد رجالي واحد نسائي. واحد رجالي واحد نسائي. حلو. هذا همينا حلو. زين. وهنا عندنا الكوكونات أويل. هذا طبيعي 100%. طبيعي 100%. يعني أكو ناس إذا تأخذها هسا شوفوا هو بسبب الحرارة ما يعم. مجرد ما تخليه يعني بدرجة حرارة غرفة رأسه راح يجمد طبعا. أوكي. فأنت من هاي من خلالها تعرف أنه زيت. هذا الزيت كشتك لتستخدمه، تستخدمه ناس تتاخذه للطبخ معالجة حروق. يعني هذا نفسه هسه ممكن أخذه أنا أروح أطبخ بيه؟ أوكي. أنا نفسه أستخدمه أسوي بيه كيك. والله. حلو. أوكي. كيك تقدر تستخدمه ماسك للشعر للأطراف. من أول استخدام أنا بالنسبة لي زيت جوز الهند بالنسبة للشعر هو يكون معالج طبيعي ومرطب بنفس الوقت. ومرطب طبعا. النفشه هاي الاشياء كلها زيت جوز الهند يعالجها. حلو. الناس اللي تحبها تاخذه. فقلت لك يعني هذا كل شيء بالضبط. زيت جوز الهند 5:1 10:1 كل شيء تقدر تاخذه، تستخدمه للجلد كمرطب. حلو. ملمع للجلد. الناس اللي تعاني من خشونه اي حروق او اي شيء يصير عندك انت تقدر تستخدم زيت جوز الهند. يا سلام. الناس اللي تسوي شيفينج للشعر سواء للوجه او اي منطقه بالجسم تستخدم زيت جوز الهند كمهدئ للبشره. صحيح. كون انه هو من الزيوت البارده. صح. وقلت لك حتى بالطبخ تقدر تستخدمه. حلو. هذول شنو؟ هذول فواحات.
فواحات اللي هي تنحط أيه بها اللي تكون من ضمنها عودان يعني. صحيح. احنا عارضين هذا النموذج هذا هنا. هلا بس انت مسويه سبيشل الك، مسويه له ديكور وشكل حلو. تمام، اليوم انا وياك شو راح نسوي؟ شو راح تخليني اسوي؟ شو رايك نسوي معطر ماجو؟ نسوي معطر ماجو. نسوي معطر ماجو. عندنا عطر معين راح نسوي ولا؟ اي طبعا عندنا عطر معينه. أوكي. ناخذ الميزان. أوكي. لان كل شيء عندنا بحساب طبعا. لا هنا انا شو راح نسوي؟ خلينا نطلع الى فاصل قصير ونرجع من بعد نبلش هاي هي. تمام هذه. تمام تمام, تمام. اذا خلونا نروح احنا وياكم الى فاصل قصير وراجعين من بعد ايش وقت بعد الفاصل. إذا رجعنا هسا احنا وياكم من بعد هذا الفاصل وراح نبلش اليوم بتجربتي ويا تبارك احمد اللي هي قالت لي اليوم راح نسوي معطر للجو. بالضبط. تمام تمام. معطر للجو، احنا اليوم شنو راح نحتاج حتى نسوي هذا المعطر؟ اهم شيء طبعا عندك ميزان. ميزان. تمام. اول شيء ميزان. تكون بتخلي كل المقاييس او المواد المستخدمه. تمام. داخل المعطر. تمام. لان اي زياده او نقصان بالمواد راح تاثر عندك على المعطر. صحيح. كثبات، كعطر، كانتشاريه، كل هذا اللي توفق عندك. حلو. فلازم تكون قياساتك ثابتة. ثابتة. بالضبط. ثاني شيء. العلبة اللي راح تعبي بها أكيد. عبوتنا موجودة. ولازم أكيد تكون معقمة. أوكي. حتى وإن كانت علبة نظيفة يعني أفضل إنه أنت تعقمها. قبل كل شيء. بالضبط. وماء مقطر. ماء مقطر. تمام. وكحول. كحول. والعطر الخاص بك. والعطر. شنو أول شيء راح نسوي أو شو تريديني أسوي؟ أنت تضيف الماء المقطر أو الكحول نفس الشيء ما راح يغير، بس أهم شيء ضمن القياسات المعينة. زين. القياسات يعني هسه شنو عندنا؟ ضيف ماء مقطر. الماء مقطر. تمام. زين. أشيل هنا وأخلي ولا هو بالميزان؟ لا لا هو بالميزان ضيف. لحد ما يكون 100. 100 هسان قد واصل. تقرأ. بعد بعد. شوية. نقدر نقول تمام. لا بعد إلا خليها تصير. صارت أكثر. لا مو هواية. ماكو مشكلة. تمام. 6 غرامات. أوكي. أوكي. هسا نضيف كحول. كحول. تقدر تفتحها بالكامل؟ هيجي أفضل صح؟ هيجي أفضل. زين. الكحول إيش قد تريدين؟ تمام. ضيف لي 50 كحول. 50 كحول. زين. أنت قولي لي من نصير 50 يعني لازم نصير؟ لا بعد. ها هي فنش. علقت. جدا. أوكي. هسا نقدر نضيف العطر. العطر. العطر ايش قد؟ العطر خلينا نشوف. هو طبعا تركيز العطر يختلف يعني يختلف عندك حسب نوع العطر. اوكي. اكو عطور مركزه، هذا من العطور المركزه. حلو. اكو عطور خفيفه، فاذا كانت العطور خفيفه انت تعرف حسب نوعها طبعا من خبرتك انه تزيد العيار. هسه خلينا نقول انه نضيف 3 غرام. 3 غرام. هاي مين طلعتي لي بيها 3؟ اوكي هيجي شوفي لي لا ترى عملي يعني جدا مضبوط حلو. هسه تسد العلبة. راح نسدها. روج العلبة قبل الاستخدام هذا اهم شيء طبعا. لازم انت كل مو بس اول ما تستخدمها لان انت اكيد عايفه فتره يعني كل شيء ركبت طويلة. كل شيء عندي قبل ما تستخدمها بس رشه خفيفه. او لا عشان بختها هم يعني حلوه. مو تفضل شغلك يعني. لا خليني هيك راح اسويها بالعكس. خلينا نجرب ونشوف. حلو حلو حبيت الفكره. هذا تصنيع العطر. ايش قد يكون كلفته هذا؟ الكلفه يعني تختلف عندك قلت لك حسب من العطور نوعيه العطر نوعيه العطر ونوعيه الكحول والكحول. اي المي المقطع نقدر نقول تقريبا اسعاره متقاربه. حلو. لان معروفه. بس الكحول نسبته كلش مهمه لان الكحول بها انواع. اكو كحول تكون رخيصه بس للاسف تكون مسرطنه للجلد وكلش مو زينه فما نقدر نستخدمها. فالكحول اللي نحاول اللي نستخدمه اكثر شيء اللي هو يكون المثيلي. حلو. يكون امن للبشره وسريع بالانتشار ويعني هو افضل عطر تقدر تستخدمه بالعطور. يا سلام. تبارك. كل المواد
بمتناول اليد، ولا اكو شيء انت تعتمدي على حسابك الشخصي يعني تجيبيه حتى تشتغلين بيه، ولا كله متوفر هنا؟ العلب نقدر نقول متوفرة بنسبة كبيرة، بس المواد والعطور لا، نقدر نجبر أنه نجيبها من برا، لأن نقدر نقول أكو عملية غش موجودة بالسوق، فما نريد نوقع الزبائن بهيجي شيء ونقدم لهم أفضل شيء. فالعطور وأشياء معينة والشمع والعطور المستخدمة بالمسكات لا، دا استوردها على حسابي من برا. حلو. أنا اليوم جدا سعيد بتجربتي وياك. أنا الأسعد. وتواجدي وياك همينة. الله يخليك. وأتمنى لك دائما كل التوفيق تبارك. شكرا جزيلا، وأنا كلش أشكركم على هاي الفرصة الحلوة طبعا. أكيد. الله يخليك. تسلمين كلش ذوق، وأتمنى لك دائما كل التوفيق، وأشوفك بمراتب عليا وصاحبة أكبر وأهم. الله يخليك. مشروع ناجح مثل هذا. إن شاء الله. الله يخليك. وأكيد يعني إحنا نتمنى إن نكون هذا حافز للبنات إنه يشتغلون بمجال دراستهم، أو حتى إنه ما يشتغلون بمجال دراستهم، هم يعرفون يشتغلون بالشيء اللي يحبوه ويسوون مشاريع عن نفسهم ويعتمدون على نفسهم. شكرا لك يا تبارك، كل ذوق. شكرا. الله يخليك. اذا مشاهدينا مكملين احنا وياكم باقي تفاصيل حلقتنا بعد الفاصل. ونكون مشاهدين جربنا مع بعض مغامرة أخرى وحلقة أخرى من جيل جديد، كنا وصلنا بها إلى النهاية. أصحاب المواهب المميزة والمشاريع، نتمنى أن تراسلونا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نشوفكم الأسبوع القادم وبمواضيع جديدة من جيل جديد. إذا حابين تشاركون ويانا، رقم التليجرام مبين عندكم بأسفل الشاشة. كل اللي عليكم ترسلونا مقطع لموهبتكم وأكيد راح نتواصل وياكم. ملتقانا يتجدد وياكم الأسبوع المقبل بنفس الموعد إن شاء الله، وإلى اللقاء.